أربع أسابيع، يعني هلأ بنضرب أربعة بسبعة. تمام مزبوط. قديش طلع معك؟ بيطلعوا 28. طبعا رح نرجع نجمعهم مرة تانية. استنى لحط المعكرونة. فيكو حبيبي قوم شوف مين على الباب. ماما رجعت. يا امي يسلموا لي ولادي الشاطرين، الكل ينتبه لعندي، ماما جابت معها مفاجأة. لميس انت هون كمان؟ وانا هون، بعد فضيحة الصبح لازم كون هون. آسفة لميس، معك حق، ما تواخذيني، مو بإيدي، بس أبوكي طلع لي جناني، شو بدي أعمل؟ وأنت كمان مثله، مثل ما بيقولوا، طنجرة ولقيت غطاها. يا حذركن، شوفي بالكيس. هذا لفكرات. عن جد هاد إلي؟ وهي لليلاس. وهي لصغير العيلة. شو هالغراض؟ عن جد هالسيف مو معقول، شو حلو. لميس هي اللعبة انا من زمان بتمناها، لكي ما احلاها. لكان رح تعزمي امك كل ما عملتي شاي. يا سلام، شو حلو هالسيف الضوئي. فكرة دير بالك. شكرا كثير امي، عن جد يسلموا ايديكي. عجبتك السيارة عصمة؟ ايه عجبتني، بس امي ما رح يعرف بجهاز التحكم تبعه، رح خبيله اياه لحتى يكبر شوي. اي مو غلط يا اولاد. ما في بوسه لامكم يعني؟ تخيلوا انا. امي تعالي معي. سيارة حمراء. ايه عزمة سيارة حمراء. يا فكرة. يا عزمة. يا فيكو شبك طوشتنا، ارتاح شوي وريحنا. بس مو الحق عليك، منيح ما جابت لك بارودة. يعني شو بدك جبله؟ الصبي اكيد ما رح يلعب بالباربي. ليش كل هالقد مزعوجة؟ ما عم بستوعب. فيكو هذا انت فكري؟ ايه لا يكون ما عجبك. بخصوص النتيجة اطمن، لسه ما وصل البريد. مو على اساس تروحي انت ومحرم تجيبي النتيجة؟ رح يبعتوها بالبريد. لميس شوفي اكل، انا رح موت من الجوع. والله مثل العادة، معكرونة وسلطة. معكرونة وسلطة، يا عيني. لك بابا، امي اليوم اشتريت لنا هدول الالعاب. كرمال كم قطعة بلاستيك صرتوا مع امكم هلا يا عيب الشوم عليكم، بس يا عيب الشوم. انا اللي تعبت كرمالكم وما اكلت لطعميكم وما شربت. ما شربت؟ اهلا وسهلا حبيبي. هذا انت ولا؟ شو القصة خير؟ ما في شي حكمات، مثل العادة جو الاكشن. جيب صحن ومعلقة وتعال. ها ها. شكرا إلي بول. ايه انا اللي اللي وين وقع لك؟ شكرا لك. تكرم عينك. ورجيني شكرا. لك شبك لشو العجلة فكري؟ خلص طيب. هلا بتشوف بعينك، بعد ماشي يلا. هاتي هاتي لشوف. فكري بلا مزح هاتا. بعدي بعدي. احكي شو النتيجة، فهمنا. لك يا بني آدم احكي. الله
عم بيقولوا انه نسبة تطابق الابوة بيني وبينه 99%. هاي هذا الاشهر ابني. شفتي شفتي يا شكران، هذا هو ابن الباشا. لك يا اشهر، يا ابو شعر مجعد يلي طالع لابوه دخيل اللي خلقك على هالكشة. تعا تعا تعال عندي، تعا كفك كفك. ايوه اوه وجعتني كتير. اوه لوين رايحين؟ نحن فايتين لجوا. تعالوا كلوا بعدين روحوا. دخيله حبيب قلبي. شبك. كنتي عم تمزحي يا قطة؟ يعني ما خنتيني مع حدا؟ يكون مطمن يا فكري بيك، حتى لو عصمت طلع ابنك هالشي مو معناته انه ما رح نتطلق، والمحكمة رح تعطيني اياه لانه صغير، وبعد ما اتطلق منك رح اتزوج محرم. حرمت عليك عيشتك انت وهالحمار. انا هلا مستعد طلقك وروح اتزوج وحدة بتسوى راسك. ليش مين ماسكك؟ اخر همي. قلتك انا ليش لهلا ما تزوجت؟ بس كرمال ما تجي مرت اب تعيش مع اولادي. بس اذا مو فارقة معك اولادك انا كمان بدبر حالي. اصلا انت الخسرانه لما بتتركي واحد وحش مثلي. بكفي خلصنا، خلوا الاولاد يتهنوا باللقمه. الصبح خناق والمسا خناق. انا ما حكيت شي بنتي، كله من ورا امك المجنونه. يلا خلصنا بكفي، كملوا اكلكم انتوا. انا رايح لعند شيماء خانم الحلوه. رايح لعند فطاير اللحمة والجبنة اللي بتساويها شيماء خانم الحلوة. رايح لعند البقلاوة والقطايف. لعند أناني البيرة اللي بتضل عطول مبوزة. هيك بيكونوا النسوان. هي شيماء مرة، مرة مو قرد. شو خير إن شاء الله؟ بدنا نتمشى شوي ومنرجع. تمشيت شو هلا؟ تعشوا قبل. ما مشكلة بس نرجع. خلاص روحوا حبيبي روحوا، يلا انبسطوا بوقتكم، روحوا تسلوا انتوا شباب يلا. مصدق حالك. يلا خلصوا الاكل بسرعة بدنا نقعد نحل الوظايف. الكفتة بعد شوي رح تصير، ورح أعمل لك بطاطا مقلية جنبها. بدي عيالان كمان. بدك عيالان مع هدول الأكلات؟ عيالان سأقتلكم بسيفي. بس من وين عرفت امي انه نحن بنحب هدول الالعاب؟ كيف جابت لكل حدا الشغله اللي بحبها؟ هيك كل الامهات بيعرفوا شو اولادهم بيحبوا. بتحبي اعمل لك صحن كفتة؟ اي حبيبتي. عصمان ارفع ايدك وقلي باي. برافو حبيبي. حبيبتي ساعدي اخوكي بشرب كاسة الحليب. حاضر اختي. لميس ممكن اخده معي على المدرسة؟ ليش؟ لا تكون رايح على الحرب. ممنوع فكرة، تخلص اتركه هون. مين رح يبقى مع عصمت؟ ها؟ تولاي مشغولة اليوم، بجوز ما ترجع لبعد الظهر. والله ما بعرف. ما انا هون يا بنتي. تا
طبعا هون بس على طول حاضرة غايبة. صباح الخير، بريد لفكري إلي بول لو سمحتي. هلأ ماله هون، أنا بستلم البريد. ما بقدر، لازم يوقع. خليه مريا خدم المكتب المختار، رح أدركها هنيك. طيب ماشي، شكرا. تكرم عينك. رفعتي دعوة معناها؟ اي طبعا رفعتها. وانتي لا تعندي وتركي لي عصمت، بده يعيش معي بكل الأحوال. شو هالحكي؟ لميس، أنا كنت ببقى معه اليوم بس والله مشغول كتير. ليش ما حدا فيكن عم يسمعني؟ ابني أنا هون بالبيت. لميس، بتحبي ناخده عند خالة شيماء؟ ها؟ فكرة حلوة. ليش مو هي المرة اللي عم يضل عندها أبوكن؟ أنا ما بحط ابني عند هالعاهة. عاه؟ لا حبيبتي، ما لزوم. ما بيكفي أعطتنا من ذهباتها لحتى ننقذ عصمتها ذاك اليوم؟ نحن هلا ما تشكرناها، والله عيب، مو حلو. ايه والله. يعني مو عيب تطنشوا امكم، بس عيب ما تشكروا وحدة غريبة، مو هيك؟ ما بنعرف شو ممكن يصير معك اليوم، بجوز تنشغلي فجأة. رح شوف تلاقي إذا فاضية. ماشي. عيني وعطيك. شو جنتي يا مرا؟ أنا مالي متجوز ولا شي. بدك ياني كذب عيوني وصدقك؟ مرتك وابنك اجوا لعنا على البيت اليوم. لك الله يلعنك يا حقير يا واطي. لك كيف قلت تترك ابنك؟ منيح اللي اجيتي ليشوف بعينه وما عاد يكذب عليك. مين انت وليك؟ إذا مو خجلان مني خجال من هالولد الصغير، إذا مو شفقان علي يشفع على هالولد، أنت أب أنت الله لا يوفقك. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ مجنونة أنت؟ الولد أخونا كمان؟ شو بيعرفني أنا ابني؟ اسكت لنشوف شو عم يصير. شكراً والله العظيم ما بعرفها، حياتي ما شفتها. عم تتذكر لي يا حقير؟ وأنا اللي وقفت جنبك كل هالسنين؟ هاتي لشوف يا مدام، ما زالك مرتي. وين الوحمة اللي بجسمي؟ وحمتك؟ هي 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 بظهرك. لا مو بظهري. لو كانت مرتي كانت رح تعرف الوحمة وين مكانها. برجلي يا حوبة. ما قلت لك هاي المرة بحياتي ما شفتها. طلعي فيني. قليلي مين انتي؟ من وين طلعتي لي؟ قولي بسرعة وإلا بموتك وبدفنك بأرضك. أنا ما دخلني. يا الله دفن طقي عم قلك. والله بموتك. مين اللي بعدك فعل عني؟ العمى زوجك المجنون هو اللي استأجرني. روحي حاسبي لإله. فكري والله لا أذبحك يا فكري. شكرا. فكري يا فكري. الله يلعنك يا حبيبي. الله ياخذك ترتاح منك. روح فوق راسي. بدك تفوت حكايتي بحياتي. ما راح تدمر لي حياتي. خلصنا. انت دمرتي لي حياتك كلها زي ما بتعرفي. فكري لا تجنني. لا تجنني فكري. لا تجنني. شكرا. افتح الباب. شكرا. شكرا. فكري. افتح يا حقير. مين انت؟ بسيطة منتحاسب. بعد نلع. عم قلك نقلع. وقف هنيك. لك اطلع من حياتي بقى. شو عم تعملوا انتو؟ لك شو عم تعملوا قدام الولاد؟ انتو مناح يا قلبي؟ استني الله يريحني منكن انتو الجوز. يلا خدوا هدول البسوان. يلا بنتي هذا الحقير والحيوان سوا مع محرم شغلة كتير بشعة وكان بده يبعدنا. وأنا شو دخلني بمحرم هاد؟ شو دخلنا نحنا؟ يلا تعوا تعوا لنروح لعند بدر. بنتي أنا عملت هيك مشانكن ومشان مصلحتكن والله. وين شواكيتكن؟ بالغرفة. يا الله.
لميس. لميس سكوت. لميس انت وين رايحه يا لميس؟ شايفه لوين وصلتيني هلا يا شكران؟ انت ما بدي اسمع صوتك، خلاص احلنا. شو لوين رايحين هيك كلكم؟ بدر عازمنا كلنا، يلا تعا يلا. عصمت عنده لا يجيبه معك، يلا. تمام. ايوه تفضل يا بطل، خدي. احمد يسلموا ايديك، ان شاء الله صحة وهنا. مبروك البيت الجديد. شكرا فكرت. لميس هي لك. عصومة حبيبي يلا خذ هاي من ايدي. تفضل صب لاخواتك عيران. صب لي احمد فطاير بلحمة. كاستيك بس شوي لا تكتر. طيبة عصومة. اهلا حكمت. انتو شو عم تساووا؟ عم ناكل فطاير. شو فطاير؟ كيفك بدر؟ ممتاز يا حكمت. والله حلو، بس ما عم مفهم ليش متجمعين هون؟ يعني ليش مو قاعدين عنا بالبيت؟ اخي شو رايك تاكل هلا بدون ما تسال؟ تعال اقعد جنبي وسكوت، تعال. ايه باكل ليش لا؟ صار لنا زمان ما اكلنا هي الاكله. هي فكره مين؟ بدر. يا عيني عليه. صحه وعافيه. شكرا. ما بدك قطعه تانية؟ مو قدران اكل، انا اكلت كفايتي. فيكو اخوك حكمت ما راح يخلي شيء. اوعك اوعك اترك لي وحده حكمت، لا تخلصهم. هي وسخت ثيابك، شو اللي خلاك تعمل هيك؟ صار بدها محرمه. عادي عادي استني انا بجيبها. ايه ولا واحد فيكم يقوم يفتحها؟ مرحبا يا حلوه، كيفك؟ يا اهلا وسهلا. بعد اذنك انا بدي اشوف سامح اذا ممكن. انت سامح؟ لميس مين اللي اجا؟ سامح انت هون؟ امي انت شو اللي جابك لهون؟ انت شو اللي عم تعمله هون؟ اجا لعندي واحد من الشرطة، حكى لي كتير شغلات عنك وهو اللي اعطاني العنوان. هلا انت ساكن هون؟ لا لا مو هيك، حنروح على شي مكان وهنيك بنقعد وبفهمك كل شي على رواق. يلا امشي امشي امشي. شو عم بيصير؟ لميس عصمت بده عيران مرة تانية اعطيه؟ مو هي البنت اللي اجت لعنا على البيت، شو كان اسمها؟ ليلاس؟ ايه ايه هي نفسها ليلاس. تعالي ماما خلينا نقعد بشي مكان ونحكي على راحتنا. يلا امشي. انت شو عم بتساوي؟ ما عم ساوي شي، خلص خلينا نمشي. استنيني لميس انا شوي وبرجع وفهمي كل شي. ليلاس قولي لي. ليلاس انطقي، من وين بتعرفي هي المرة؟ أنا بعرفة. لك أحكي. شو اللي عم بيصير؟ أحمد لا تتدخل، لك أحكي. وبعدين رحت لعندن على البيت. رحتي لعندن على البيت؟ كيف يعني؟ رحتي على بيت عالم ما بتعرفيها بدون علمنا؟ طيب امتى رحتي؟ هنن بيتهم كبير وفخم كتير كمان، يعني هنن كتير أغنياء. والمرة اللي اجت هلا بتكون أمه. أنا كنت رح أقول لك كل شي بس بدر منعني وقال لي ما أقول لك. أنا قصدي سامح. أنت كيف بتعرفي كل هالشي وما خبرتيني لهلا؟ عم بتخبي علي؟ بس يا لميس بدر كتير بيحبك صدقيني. هلا أنا ما بعرف ليش هو كذب عليكي بس أنا متأكدة إنه هو بيحبك. فكرة حبيبي جيب لي جاكيتي. شكرا.
وانتو هلا ضبطوا بالبيت بسرعه، انا ما بقدر ضل هون. لميس، كل هاد طلع من بدر. هي شو عم تعمل؟ قاعدة وشاردة بالتلفزيون. وامك؟ امي لساتها نايمة بغرفتها. لميس مو رايقة بنوب، شو رايك نطلع نشوفها؟ لا خليها لحالها شوي، بلا ما نضايقها حرام. لعما هالبدر شو طلع واحد حقير؟ هذا مانو بدر، هذا سامح. مو مهم شو ما كان، سامح مثل البدر، لك يضرب هو واسمه. بس يا احمد ليش هيك عم تقول؟ بلكي هو عنده ظروف، ممكن يكون عنده سبب. حبلك انه ما في شي بيبرر الكذب، بدر واحد كذاب وحقير، وما عاد رح خليه يقرب من اختي ابدا. ماشي، انا عن جد ما عم صدق كيف عنده حياتين وعنده اسمين كمان. الله يلعنه هو وحياته كمان، بما انه غني شو له شغل عنا؟ شو جاي يعمل بحارتنا؟ بالله، طيب واحد مثله شو بده بناس معترة؟ ايه بس بلكي اذا متأكدة 100% انه بدر عنده سبب مقنع. يلا ليلاس على تختيك، ما رح يسألوكي عن بدر بكرة بالمدرسة. يلا يلا تحركي، وبعد هلأ ممنوع تروحي على مكان ما منعرفه وبتخبرينا بكل شيء. تمام، يلا قومي نامي. وانت كمان يلا. لميس لميس لميس. اي حبيبتي، انا حروح نام. ماشي، تصبحي على خير. لميس اذا بدك تعالي نامي معي على تختي، لانه ماما عم تنام بالتخت تبعك. لا حبيبتي انا هون رح نام، لا تاكلي همي. لميس انت زعلتي مني مو؟ الاخوات ما بيصير يزعلوا من بعضهم ابدا. يلا تصبحي على خير. تلاقي خير. تعال اقعد جنبي. يلا اوبا دخيله هالاشقر. انا يعني امي خلاص مشيت؟
هي رح ترجع مرة تانية؟ بجوز ما بقى ترجع. شو بدنا نعمل هلأ؟ يعني شو بدنا نعمل؟ هلأ رح تقوموا تلبسوا تياب المدرسة وأنا رح أقوم جهز الفطور على السريع ورح تروحوا على المدرسة مثل العادة. يعني كل شيء رح يضل على وضعه عادي مثل ما كنا دائما طول عمرنا عايشين بدونها، ما هيك؟ ايه صحيح، ايه طبعا بكفي انه نحن مع بعض منكمل حياتنا هيك وما رح نحتاج لحدا. يلا فيكو قوم البيس. يلا للاس وانت كمان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.